أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للواحد من يونيو نبدأ أمامكم على اليورو دولار. كما ترون هنا أمامنا كان لدينا الشوتينج ستار أو النجمة الهابطة، فبالنسبة لي هنا مؤشر لبداية موجة هبوط بسيطة ممكن أن تأخذنا مستويات 1.10، لكن يجب نأخذ بعين الاعتبار أن 1.1250 هي مستوى مقاومة نسبي موجود لدينا هنا في الوقت الحالي. على الباوند دولار كما ترون كان لدينا هنالك هبوط قوي من مستويات 1.47 إلى مستويات 1.44، وهذا البيان جاء بعد موافقة 52% من البريطانيين يوافقون على ترك الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى ضعف في الباوند والهبوط على هذا الشكل والمستوى. تداول موفقا وشكرا لكم.